اذا مش قادره اقنعها تظهر من الاوضه تاكل بدي اقنعها تروح عند الحكيم. انا قست قست من التفكير خلص، ما بقى لي الا حل واحد. شو هو الحل؟ اخذها بالقوه على المستشفى. لا يا كميل، بس ترجع توقع هالشغله بتخليها تكرهك. مروان انا خلص خلص قست قست، شوفها هيك محطه بقدامي ومش قادر اعمل لها شيء، بدي استعدها باي طريقه. والله بفهمك يا صديقي، بفهمك وما بحسدك ابدا. الحمد لله انا. انت شو كفي قصدك تقول انك الحمد لله انك عايش مع حالة بلا زواج وبلا اولاد تعتل همهم، ما هيك؟ انه يعني هيك شيء. قولها يا صديقي قولها، ما تستحي ما تخاف ما رح ازعل. اساسا ما في شيء منيح بالمطلق ولا سيء بالمطلق، كل وضع له حسناته. ايه بس انا بوضعي الحسنات اكثر بكثير من السيئات بالنسبه لك، بس بالنسبه لغيرك ابدا. شو قصدك يعني؟ عم تحكي عن حلا؟ ما قصدي شيء، هلا قصدي لاقي حل لهند. اسمع انا رايح عند الحكيم، مين ما سال عني برجع بعد ساعه. بنت المختار رح تشارك بمعرض للرسم. يا ريتكم كنتوا حد لتشاركوني هالفرحة. هند هند اعتبريني مش موجود وافتحي الباب. هند في حدا بده يشوفك ضروري. كذا مرة جربت تفتح الباب قبل ما فيك تراجع، بس هلا وصلت لست السفر خلص. بونجور مدام هند، كيفك اليوم؟ بعتذر اضطرينا نفوت بهالطريقة، بس حابب احكي معك شوي. ما بدي احكي مع حدا، اطلعوا لبرا. مش رح اخذ وقتك كثير، انا طبيب وجوزي قال لي انك مش عم تاكلي منيح وانك صرتي كثير ضعيفه، فطلب مني اجي اشوفك. ما بدي اكل شيء، ظهروا. اذا ما بدك تاكلي بالقليل اسمحي لي اعمل لك ابره فيتامين تتساعدك وتقويكي. ما بدي ابره، ما بدي ابره، تركوني. هيدي الإبرة بتطينها لكننا نقضيها على المصح لأنه العلاج النفسي ضروري لإلها. اطلب طبيب حكيم. كيفك عيادتي؟ منيحة. كيفك أنت؟ منيح ماشي. بك شي؟ اليوم كميل أخذ هند على المصح. حرام هند، ما بتستاهل اللي عم بيصير معه. عم يعاني كثير كميل، علاقته هو وياها مش منيحة أبدا. يعني كانوا ناطرين بس يجي باسم بغير شي بالعلاقة، أتاري هلا صار في مشاكل أكبر من هيك بكثير. الله يصبه. مزبوط. طيب مروان، أنا في موضوع كنت حابة أحكيك فيه. ليش شو حيد؟ شو رأيك إذا بتعرفني على ابنك؟ شو؟ شو بدي أعرفك على ابني؟ لأنه ابنك وأنا حابة أتعرف عليه. بعدين مين بيعرف، يمكن بعدين نقدر نصير أصحاب وبلكي منجيبه يعيش معنا. كل عقلك عم تحكي أنت؟ إيه من كل عقلي عم بحكي. مروان أنا وياك تنيناتنا مش قادرين نجيب ولاد. والمشكلة إذا أنا ربيت لك ابنك. لا أنت أكيد عم تجني. لا مش عم جن، عم بحكي عن جد، مش عم بفهم وين المشكله بالموضوع. في كثير مشاكل بالموضوع. اولا اهل مرتي ما رح يقبلوا يتخلوا عنه لانه بيحبوه كثير.
تانيا مش لازم يعرفوا بوجودك، إذا عرفوا بوجودك بيقطعوا المعاش عني، وتالتا أنا مسؤولية ما بدي، خليه هنيك عايش عن جده وسته، هن بيهتموا فيه وبيربوه وبيصرفوا عليه، ولك معهم مصاري النيران ما بتكلها، ورابعا هيدا الموضوع ما بقى بدي اسمع فيه، مفهوم؟ وخامسا أنت أكتر إنسان أناني شايفته بحياتي. شو؟ فتحة باب المدخل. نهار عزيل كبير. ايه عم رتب شوي، عم حضر لنستقبل فادي واصل اخر الجمعة من غير شر. قد ايه مبسوط نديم؟ كتير مبسوط، بس بتعرفي بضل في حسرة بقلبه. ايه بعرف. حبيبي ضل يقول لي انه من وقت ما فلت حلو، من وقت ما توفى المختار، ما عرف الفرحة ابدا. ايه بعرف. ان شاء الله مجيء فادي تغير شوي وترجع البسمة على هالبيت. ان شاء الله يا رب. بتعرفي شو؟ عادي رح فوت حط الركوة. ما خليك، انا رح فوت اعملها. هدا. طيب مثل ما بدك. هنود حبيبتي، بعدك زعلانة مني؟ شو مفتكرتيني مبسوط قاعد بالبيت لوحدي؟ عم بنطرك بالتكي لترجع. عن جد البيت فاضي بلاكي. على فكرة مروان وحلا بيسلموا عليك. مروان وحلا؟ ايه، وقال ناطرينك لتشدي حالك وترجعينا مثل قبل. مثل قبل؟ ما في شي بيرجع مثل قبل. هنود حبيبتي، نحنا ما فينا نرجع اللي راح، بس فينا نرجع نجرب من جديد. انا ناطرك لتصير منيحة ترجعي لنا. ما بعرف، سلم لي على مروان. بس مروان